السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. بدأنا السلسلة دي بيونت 1 ليسون 1 و 2 شرحناهم في الحلقة اللي فاتت، هسيبها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. النهاردة بنحل تمرينات على يونت 1 ليسون 1 و 2. يلا ندخل في الموضوع على طول. هنبدأ ببعض الكلمات البسيطة. أنا كنت شرحت مجموعة كلمات كتير هتلاقيها في نهاية الحلقة اللي فاتت، هسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو ممكن ترجع له. أول كلمة معانا كلمة اسمها grow يعني يزرع، grow grow. صحي healthy healthy healthy. أي يعني which. أي دي بتستخدم للتخيير بين حاجتين، يعني مثلا معاك كتاب علوم وكتاب دراسات، فقول لك which book دي بريفير، يعني اي كتاب انت بتفضله. ويتش دي بتستخدم للتخيير بين شيئين معناها اي او ايهما. حيوانات يعني animals animals animals. منضدة او ترابيزة يعني table table table. طبعا حابب اوجه الشكر لمستر رجب احمد اللي رفع المذكرة دي على النت، وانا استفدت ببعض التمرينات الموجودة فيها نظرا لضيق الوقت ان انا اقعد اعمل التمرينات دي كلها. هو بصراحة جزاه الله خيرا عمل التمرينات كلها. بيقول لي look and write the words under each picture يعني انظر واكتب الكلمات تحت كل صورة. انظر واكتب الكلمات تحت كل صورة. اول كلمة معانا دي يا ترى كلمة ايه؟ طبعا دي كلمة خدناها في الدرس الاول اسمها chicken chicken chicken، يعني لحم الدجاج او فرخة مشوية قدامنا اهي. بعد كده watermelon 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 يعني بطيخ، قلنا حرف الان سايلنت مش بيتنطق. كده كلمة grapes 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 يعني عنب زي ما انت شايف كده في الصورة. بعد كده bananas 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 يعني موز. الصورة اللي بعد كده عندي كلمة eggs eggs eggs. بعد كده كلمة rice rice rice. بعد كده كلمة potatoes potatoes potatoes. واخر كلمة عندنا كلمة لبن يعني milk milk. يبقى تاني لحم الدجاج chicken، بطيخة water ميلو، عنب grapes، موز يعني bananas، بيض يعني eggs، رز يعني rice، بطاطس يعني potatoes، كلمة لبن يعني milk. ندخل على التمرين التاني معانا النهاردة dictation on lesson 1 يعني املاء على الدرس الاول. المفروض ابن حضرتك يكتب الكلمات دي لوحده. دجاج chicken chicken، عنب grapes grapes، لبن milk milk، بصل onions onions، مانجو يعني mangoes mangoes، يأكل eat eat، طماطم tomatoes tomatoes، بطيخ watermelon watermelon، يربي raise raise، فلاح farmer farmer، مصر Egypt Egypt، مصري Egyptian Egyptian، لذيذ delicious delicious delicious، خضروات vegetables vegetables vegetables. نحاول ناخد سكرين شوت للشاشة قبل الكتابة، قبل ما كتبت فيها الكلمات يعني بالانجليش، والولد المفروض ينطقها لوحده ويكتبها عنده في كراسة مثلا، ناخدها له سكرين شوت بالموبايل وبعد كده يراجع اجاباته هل هي صح ولا غلط. ونتابع مع بعض باقي كلمات الدرس الاول. بطاطس يعني potatoes potatoes، موز يعني bananas bananas، قصب السكر sugar cane sugar cane، افطار breakfast breakfast، غداء lunch lunch، عشاء dinner dinner. عايز انوه لحاجة مهمة ان وجبات الطعام اللي عندنا اربع وجبات: breakfast يعني الافطار، lunch الغداء، dinner يعني العشاء، supper يعني السحور او عشاء ليلي متأخر بعد الساعة 12 بالليل بنسميه supper يعني سحور. وطبعا في حاجة اسمها snacks يعني وجبات خفيفة، ودي بتبقى بين الوجبات زي مثلا سندوتش خفيف او ايس كريم او سلطة فواكه، حاجات من دي بنسميها snacks. التمرين الثالث معانا النهاردة بيقول لي match يعني وصل. match يعني صل او وصل الكلمة بالصورة بتاعتها. اول كلمة عندنا كلمة chicken chicken chicken، طبعا هتتوصل بالفراخ. watermelon 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 يعني البطيخ. eat eat يأكل. rice rice يعني أرز. Egyptian Egyptian
Egyptian يعني مصري. التمرين اللي معانا دلوقتي بيقول choose the correct answer from A, B or C، يعني اختار الإجابة الصحيحة يا ترى هي A ولا B ولا C. أول جملة معانا بيقول my lunch space ready. السبيس ده يعني النقط يا أولاد، space يعني فراغ يعني نقط. my lunch space ready يا ترى am ولا is ولا are؟ طبعا احنا خدنا في القطعة، لو كنت رجعت الحلقة اللي فاتت كويس هتلاقي ان الجملة كانت مكتوبة كده my lunch is ready، يبقى الإجابة الصحيحة هي كلمة is. جملة تانية بيقول لي I think we grow space in Egypt. I think يعني أنا أعتقد إن إحنا بنزرع نقط في مصر. كلمة grow لسه واخدينها من شوية معناها يزرع في مصر. يا ترى إحنا بنزرع milk, water, rice. طبعا الإجابة هتبقى كلمة rice. محدش بيزرع لبن ومحدش بيزرع مية، طبعا إحنا بنزرع rice يعني أرز. Number 3 we space chicken in Egypt. يا ترى احنا بنعمل ايه في الفراخ في مصر؟ بنربيها. رايز الاولانيه معناها يرتفع او تشرق للشمس. رايز الثانيه معناها ارز. ريز الاخيره معناها يربي، طبعا هتبقى الريز الاخيره. رقم 4 رجب از سبيس هي از فروم ايجيبت. رجب ده ايه؟ هو من مصر. من مصر يبقى ايجيبشن. ايجيبشن يعني مصري، هتبقى لتر بي. رقم 5 I have space in the morning. يا ترى انت بتاكل وجبة ايه الصبح؟ احنا قلنا الوجبات breakfast يعني فطار، lunch يعني غدا، dinner يعني عشاء، supper يعني سحور، وسناكس يعني وجبات خفيفة. طبعا الصباح بناكل فيه breakfast يعني الافطار، هتبقى letter A. والتمرين اللي معانا دلوقتي بيقول read and circle the odd one out، يعني اقرأ وضع دائرة حول الكلمة المختلفة. تعال نشوف كده. اول جملة معانا النهاردة زي ما انت شايف كده فيها milk, water, lunch يعني لبن ومية وغدا. يا ترى ايه المختلف فيهم؟ نبص كويس هنلاقي ان اللبن ده بيتشرب والمية دي بتتشرب، اما اللانش ده بيتاكل. يبقى انا عندي liquid يعني سائل، وسائل واكل او food. يبقى احنا لازم نختار طبعا كلمة lunch ونحط عليها circle لان دي المختلفة. جملة التانية بيقول breakfast chicken rice، زي ما انت شايف كده ان في حاجتين بتتاكلوا اللي هي الرز والفراخ. اما البريكفاست ده اسم وجبة من الوجبات، هو ما قاليش مثلا فطار وغدا وعشاء، لا ده قال لي فطار في جنب وقال لي فراخ ورز اللي هم الحاجات اللي بتتاكل مثلا على الغدا مثلا. طبعا دي حاجات بتاكل، اما الفطار ده الوجبة نفسها يقصد يعني، فدي تبقى المختلفة. بعد كده raise lunch dinner. طبعا زي ما انت شايف كده كلمة lunch وكلمة dinner دي وجبات. lunch يعني الغدا، dinner يعني العشاء، raise معناها يربي، طبعا هي تبقى الكلمة المختلفة لان ده فعل. بعد كده he she meet. he ده ضمير وshe ضمير، اما meet ده اسم، يبقى ضمير وضمير واسم. he يعني هو، she يعني هي، وmeet يعني لحمة، طبعا المختلفة هتبقى كلمة لحمة meet. بعد كده eat see bananas، زي ما انت شايف كده eat يعني ياكل ده فعل، see يعني يرى ده فعل، bananas يعني موز ده اسم. يبقى طبعا فعل وفعل واسم، لازم نختار الاسم اللي هو كلمة bananas. التمرين الاخير معانا في lesson 1 بيقول write the missing letters، يعني اكتب الحروف الناقصة. اكتب الحروف الناقصة write the missing letters. اول كلمة عندنا هنا كلمة rice. rice R I C E، يبقى الحرف الناقص هنا هو letter E. بعد كده بطاطس potatoes. potatoes الحرف الناقص هنا P O، هتبقى letter O. T A T O E S، يبقى الحرف الناقص هو letter O. بعد كده لحمة، تعال نعمل لها spelling M E A T، طبعا الحرف الناقص هيبقى letter E. بعد كده breakfast. breakfast B R E A K F A S T، يبقى الحرف الناقص هنا او missing letter هو K، letter K. بعد كده bananas موز B A N A N A S، يبقى letter الناقص هنا هو letter N.
هنبدأ الأول بأهم كلمات الدرس التاني، وأول كلمة معانا النهاردة هي كلمة مريء. مريء يعني إيسوفيجاس، 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 إيسوفيجاس. المعدة استومك، استومك، استومك. الكبد ليفر، ليفر، ليفر. أمعاء انتستن، انتستن. فضلات أو نفايات أو مخرجات ويست، ويست، ويست. ندخل على ديكتيشن اون ليسن 2، يعني املاء على الدرس الثاني. اول كلمه كلمه جسم يعني بودي، بودي. ياكل ايت، ايت. طعام فود، فود. المريء مكتوب قدامنا ايسوفيجاس، ايسوفيجاس. فم ماوث، ماوث. المعده ستومك، ستومك. كبد ليفر، ليفر. نلاحظ ان الار في الاخر مش بتنطق، بتنطق خفيفه قوي. ليفر. دهون فاتس، فاتس. يتنفس بريث، بريث. يضخ بامب، بامب. يهضم دايجست، دايجست. صغير تايني، تايني. كبير جدا لارج، لارج. اسنان تيث، تيث. يخلط ميكس، ميكس. سائل ليكويد، ليكويد. واخر اربع كلمات معانا، اول كلمه الامعاء الغليظه يعني لارج انتستن، large intestine. الامعاء الدقيقه small intestine، small intestine. الرئه يعني lung، lung. انف يعني نوز، نوز. التمرين ده بيقول match، match يعني صل او وصل. اول كلمه نوز، نوز. هنوصلها طبعا بالانف، انف يعني نوز. body، body يعني جسم، هنوصلها بالجسم. food، food. هنوصلها بالطعام زي ما انت شايف كده. eat، eat يعني يأكل، هنوصلها بالشخص اللي بيأكل ده او بالولد اللي بيأكل ده. stomach، stomach. معدة، معدة. هنوصلها طبعا بالمعدة. التمرين اللي معانا ده بيقول unscramble and write، يعني رتب واكتب الكلمة. الكلمة دي متلخفنة او متلخبطة، وانت هتحاول ترتبها بالشكل الصحيح. اول كلمة عندنا اسمها intestine، انتستن يعني امعاء. بعد كده ماوث، ماوث يعني فم. بعد كده كبد يعني ليفر، ليفر زي ما انت شايف كده انا بكتب لك على الشاشه. بعد كده وودر، وودر يعني ماء. والتمرين اللي معانا دلوقتي بيقول choose the correct answer from A, B or C، يعني اختار الاجابه الصحيحه من A, B او C. اول جمله بيقول we use our space system to digest what we eat، يعني احنا بنستخدم جهازنا الايه علشان نهضم اللي احنا بناكله. طبعا digestive، digestive system يعني الجهاز الهضمي. نمبر 2 we chew food with our، احنا بنمضغ الطعام بايه؟ طبعا teeth، teeth يعني اسناننا. نمبر 3 we put food in our، احنا بنحط الاكل فين؟ الاجابه طبعا هتبقى mouth، mouth يعني فم. نمبر 4 this is in the center of the face، هذا الشيء يكون في منتصف الوجه، انه ايه؟ طبعا نوز، نوز يعني انف. التمرين اللي معانا دلوقتي بيقول read and circle the odd one، يعني اقرا وضع دائره حول الكلمه المختلفه. تعال نشوف. الجمله الاولى معانا بيقول لي pump eat to drink، يعني ايه؟ يعني يضخ، ياكل. رقم 2 يشرب. طبعا يضخ ده فعل، ياكل ده فعل، يشرب ده فعل، اما رقم 2 ده رقم. طبعا ده هو هيبقى المختلف، كنا عايزين كمان فعل هنا، انما هو ما حطش فعل، حط رقم. الجمله الثانيه معانا النهارده فيها كلمه digest، نوز، body، اي. لو لاحظنا ان digest ده فعل، نوز يعني انف، اسم، body يعني جسم، اسم، اي يعني عين، اسم. يبقى اسم واسم واسم وفعل، طبعا الفعل هو اللي هيبقى مختلف. بعد كده عندنا كلمة breathe يعني يتنفس، food طعام، chew يمضغ، digest يعني يهضم. نلاحظ ان breathe ده فعل، food اسم، chew فعل، digest فعل. يبقى breathe يتنفس فعل، food اسم، chew يمضغ فاعل، digest يهضم فاعل. يبقى في ثلاث افعال وفي اسم، طبعا الاسم المختلف هيبقى كلمه food. رقم 4 كلمه teeth اسنان، ده اسم. happen
يعني يحدث، ده فعل. stomach يعني معدة، اسم. nose يعني أنف، اسم. يبقى طبعا اسم واسم واسم وفعل، لازم الفعل هو يبقى مختلف، يبقى كلمة happen هي المختلفة. آخر جملة معنا small يعني صغير، دي صفة. large يعني كبير، دي صفة. intestine يعني أمعاء، ده اسم. big يعني ضخم، دي صفة. يبقى صفة وصفة وصفة واسم، الاسم طبعا هو اللي هيبقى مختلف. آخر تمارين معانا النهاردة، التمرين الأول فيهم بيقول write the missing letters يعني اكتب الحرف الناقص، اكتب الحرف الناقص. teeth طبعا teeth دي ناقص فيها letter h، letter h. بعد كده drink، drink يعني يشرب، ناقص فيها letter n، drink ink. بعد كده body، body ناقص فيها letter O، ونلاحظ ان الاو هنا بتنطق شبه الفتحة شوية، شبه الاي شوية، بنقول body مش بنقول body، بنقول body، body. بعد كده stomach، stomach يبقى ناقص letter M. بعد كده lungs، lung يبقى ناقص letter N. اخر تمرين معانا بيقول لي punctuate the following sentence يعني اعمل علامات ترقيم للجملة دي. علامات الترقيم طبعا احنا خدناها قبل كده، اللي هو بنكبر اول حرف في الجملة، ولو في اسم شخص او اسم بلد بنكبرها، بنحط فول ستوب او كويتشن مارك في الاخر. تعال نشوف كده الجملة دي هنعمل فيها ايه. طبعا دي جملة بيقول the large intestine is around the small intestine، يعني الامعاء الغليظة بتلف حوالين الامعاء الدقيقة. دي جملة عادية جدا، هنكبر بس اول لتر فيها اللي هو لتر تي بتاع the large، هنكبر الـ T، وفي اخر الجملة هنحط full stop بس كده. يبقى اول حرف capital letter واخر الجملة full stop.